رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب جهة مراكش أسفي. كعادتنا نقوم دائما بتتبع المستجدات القانونية، وبمجرد أن خرج قانون حق الحصول المعلومة إلى حيز الوجود المزمع تطبيقه بعد مدة محددة قانونا، ارتأينا بشراكة مع الرصد الوطني لمحاربة الرشوة والفساد، وبشراكة مع وزارة مكلفة بحقوق الإنسان وبهيئة المحامين بمراكش والمكتب الجهوي للمرصد، تناولنا هذا الموضوع كيف يمكن محاربة الفساد رغم الترصنة القانونية المتعددة التي مفاتيح المغرب وهو ينزلها إلى أرض الواقع من خلال جزء على الحسابات ومن خلال مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط وغيرها من المؤسسات الدستورية. فكان دائما هناك نداء من الحقوقيين ومن الفاعلين وحتى من المواطنين بمحاربة هذه الآفة التي تعتبر خطيرة وتختلف حدتها من مجتمع لآخر، والتي لا يغيب ولا تغيب عن أي مجتمع إلا وكانت فيه ظاهرة الفساد، إلا أن الاختلاف يكون في الحجم وليس في التوجه، بمعنى أن هي ظاهرة قديمة وهناك من اعتبرها بأنها سلوك، ونحن نقول بأنه عمل غير مشروع يجب مكافحته ومحاربته في إطار القوانين. لكن هذا القانون حق الوصول المعلومة يعتبر بمثابة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد. أنا وأنا أعتبره بنقطة التقاء فيه القوانين كلها، على أساس بأن المعلومة هي الأساس المحاربة، وهناك من الدول من أنفقت الكثير في الكثير للحصول على المعلومة، لأن بالمعلومة يمكن العمل ويمكن الوصول ويمكن مراقبة عمل الحكومة. فشرعية الحكومة مرتبطة بصحة مصداقية المعلومات، وكلما كانت المعلومة صادقة كانت شرعية الحكومة كذلك صادقة. لذلك حتى لا يقال بأن ازدواجية أو خصوصية ازدواجية الفساد بالحكومات أو بزواج المال والفساد، يجب أن نكسر هذا المعنى، وحتى لا يقول بأن هناك علاقة حميمية بين المال والجاه، أو كما قال ابن خلدون في مقدمة الشاعرة: الجاه المفيد للمال، باعتبار بأن كلما كانت السلطة كان المال، وكلما كان المال كانت السلطة. وهذه الندوة جاءت في هذا السياق لمحاربة هذه الظاهرة، واخترنا الحق وصول المعلومة باعتباره الأساس الذي يمكن به محاربة الفساد. أي كلما توصلنا المعلومة ربما غاب الجهل أو غابت عدم المعرفة، أو كما يقال بأن بعض الدول تقول حق في المعرفة ونحن نقول حق المعلومة، والمعلومة هي أشمل من المعرفة. وشكرا.